السلام عليكم. مكافحة الإرهاب أم محاربة الديمقراطية؟ سؤال يحضر أمام محاولة الخلط بين كيانات سياسية وأخرى إرهابية على خلفية حرب تخوضها أطراف إقليمية دون هوادة لاجتثاث التحولات الديمقراطية في بلدان الربيع العربي وتحديدا اليمن. اليمن ومشروع ثورة الربيع الديمقراطي فيها والثورة المضادة التي انطلقت من الداخل ورعتها بعض الأنظمة الاستبدادية التي تخشى الديمقراطية وتخوض في سبيل وأدها حربا ضروس، إذ تحضر فزاعة الإرهاب كلافتة للانقلابات العسكرية والثورات المضادة رغم التاريخ الواضح لليمنيين في مكافحة الإرهاب، إلا أن هذه الفزاعة لا تزال مصدرا للعناء الإنساني من قبل الانقلاب في صنعاء وعدن. يمضي اليمنيون في طريق شاق وشائك، طريق ملغوم بالميليشيا والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وشبكات التعذيب والسجون السرية. يخوضون حربا منسية عززت إلى الآن مصالح الأنظمة المجاورة دون أن تضمن استقرار اليمن. مشاهدينا الكرام، حول الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وكيف تستخدم الأخيرة لضرب الأولى في منطقتنا العربية واليمن تحديدا، ستكون حلقة اليوم من المساء اليمني التي ينضم لي فيها في الاستوديو الكاتب عبد الغني الماوري. أهلا بك أستاذ عبد الغني. إذن سنبدأ نقاش مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير وإياكم. محاربة الديمقراطية ومحاربة الإرهاب لا يجتمعان، هذا ما تقوله حركة التاريخ الإنساني في أرجاء المعمورة، فكلما تم محاربة الديمقراطية والحرية كلما تخصب الإرهاب أكثر. بحسب متابعينا فإن تجفيف منابع الإرهاب يكمن في فتح آفاق لطاقة الشعوب المكبوتة بالحرية والتنمية. اليمنيون والديمقراطية، المنحة والمحنة، الكفاح المرير والتضحيات الضخمة، الظروف السياسية والظروف الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، هذه الثنائيات وغيرها لازمت التحولات الجمهورية لليمنيين من أول دستور في ثورة 48 والتي تعرضت للكسر إلى آخر دستور للدولة الاتحادية الذي تعرض للاختطاف والانقلاب. من اللافت أن استهداف الديمقراطية والجمهورية من قبل قوى داخلية وخارجية يأتي مصحوبا بلافتات براقة في ظاهرها العسل وفي باطنها السم الزعاف. من الجمهورية الدستورية التي تم اتهامها بأنها ضد النهج الإسلامي في الحكم إلى الديمقراطية في دولة الوحدة التي تم اتهامها بأنها ضد الشريعة. في التحولات الديمقراطية المصاحبة للثورات العربية تم استحضار اسطوانة الإرهاب، وهي ذات الاسطوانة التي اكتوى بنيرانها شباب الثورات العربية المدنيون والعزل الذين تم توجيه أسلحة مكافحة الإرهاب إلى صدورهم أثناء تلويحهم بالورد في زمن الرصاص. الانقلاب الذي استهدف العملية السياسية والتحولات الديمقراطية في أيلول الأسود ركز في تحركاته على ضرب روافد الديمقراطية من المؤسسات الحزبية إلى المؤسسات الإعلامية إلى منظمات المجتمع المدني والنقابات، وأسكت كاتم الصوت ما استطاع من الأصوات التي جهرت بقول لا تحت لافتة الإرهاب. على طول التاريخ الجمهوري اليمني لم يتحدث اليمنيون عن تصدير الثورة والجمهورية والديمقراطية إلى خارج اليمن، بينما تتصدر بعض القوى الخارجية دعم الانقلاب العسكري في الشمال وترعى التطرف في الجنوب في إطار واضح له علاقة باستهداف الديمقراطية. عندما لوح الصحفي عبد الحبيب سالم بعبارة الديمقراطية كلمة مرة، كانت تلك التلويحة المتعبة إشارة إلى مكابدات اليمنيين من أجل الديمقراطية التي لم تأتي على طبق من ذهب، بل جاءت بعد كفاح مرير من أول سياسي تم توجيه الرصاص إلى صدره إلى آخر صحفي قتل مسموما في سبيل الحرية السياسية وحرية التعبير. إذن أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام وأرحب بضيفي هنا الأستاذ عبد الغني الماوري. أستاذ عبد الغني، دعنا نبدأ بالبداية، متى كانت أبرز تجليات الديمقراطية في اليمن؟ الديمقراطية بالمعنى الحديث يعني لا يوجد لها ذكر في اليمن بشكل دقيق، إنما تستطيع تقول أن هناك في مظاهر للديمقراطية، منها مثلا أنه في اليمن كان يوجد حرية صحافة معقولة، كان يوجد هناك هامش من الحرية التعبير لليمنيين، المظاهرات، حق تشكيل الأحزاب السياسية. إحنا في وقت من الأوقات بعد عام 90 تم اعتماد التعددية السياسية يعني، وأصبح لدينا عديد كبير من الأعداد لا بأس به من الأحزاب والصحف والمجلات والمنابر. هذه المظاهر لا تعني الديمقراطية يعني، لأن الديمقراطية مسألة، أن نصل إلى نظام ديمقراطي مسألة صعبة جدا يعني،
قبل هذا التاريخ لم يكن هناك ديمقراطية بالمعنى الدقيق للكلمة، لكن تاريخيا كان هناك أيضا مظاهر مهمة، يعني لم تكن الديمقراطية بالشكل الحديث موجود، لكنها يعني شكل من أشكال أو مظهر المشاركة الشعبية، وهذا واضح في تاريخ اليمن القديم. كان هناك دائما الملك يقترح قوانين، كان هناك مجالس ليست منتخبة ولكن مجالس لمساعدة التمثيلية تمثل الشعب، وكان هذا موجود في اليمن يعني قبل الميلاد، لكن طبعا هذا لا يمكن أن نعتبره ديمقراطية يعني. طيب حتى الديمقراطية اللي كانت موجودة في اليونان لم تكن ليست الديمقراطية الموجودة اليوم، كانت هي الديمقراطية هي لأشخاص معينين يعني من الشعب اللي هم الأحرار، أما بقية الناس ولا ليس لديهم لا حرية ولا ديمقراطية ولا شيء من هذا. طيب الآن إذا ما تحدثنا على مثلا مشروع الديمقراطية، ربما إذا نفهم من ذلك أنه ولد في اليمن مع ثورة 11 من فبراير، المطالبات بالديمقراطية تزايدت منذ ذلك الحين، لكن على ما يبدو أن هذا المشروع، مشروع الهدف للديمقراطية، تعثر. ما هي أبرز أسباب هذا التعثر؟ أولاً الديمقراطية هي فكرة حديثة يعني التي نتحدث عنها اليوم يعني. طبعاً هي لها أصول قديمة، ولكن نحن نتحدث عن الديمقراطية الحديثة يعني تراكمياً. الشيء الثاني أنه الديمقراطية قرنت الوحدة بالديمقراطية والتعددية، هذا الشيء لازم يكون معروف بحكم أنه نحن الوحدة هذه لم تكن ليتم يعني القيام بها في ظل حزب واحد، لأنه اليمن كانت أكبر من حزب واحد، وبالتالي تم اللجوء إلى أنه قرنة الوحدة بالديمقراطية، فالنكوس عن الديمقراطية يعني نكوس عن الوحدة. عن الوحدة. ما الذي حصل في عندما تعثرنا؟ لأنه ببساطة شديدة كان عندنا نظامين لم يكونوا أمينين تجاه هذا الأمر، يعني هم قبلوا بالشكل أنه لدينا وحدة، ولكن لم يقبلوا بالديمقراطية، فتمسك كل طرف بالجيش والمخابرات والبنوك وكل ذلك، وبالتالي هم تقاسموا الأموال والمنافع ولم يقوموا بمواجباتهم نحو هذه الدولة. حصل ما حصل ووصلنا إلى حرب 94. لن أتحدث عن مشروعية هذه الحرب أو غير مشروعيتها أو من هذا القبيل، ولكن الذي انتصر تصرف وكأنه يعني تصرف بحكم المنتصر المستعمر مثلا، وبالتالي لم ينتصر للدولة، يعني لم تقم خطوات نحو استعادة الديمقراطية مثلا والتخلص من السلبيات القديمة. وصلنا إلى أنه في توريث، وما دام هناك توريث يعني لا يوجد ديمقراطية ببساطة شديدة يعني. ثورة 11 فبراير والربيع العربي هي ثورات ديمقراطية تهدف، يعني ديمقراطية بمعنى أنها تهدف إلى زرع فكرة النظام الديمقراطي بداخل هذه الدولة، يعني هذا الذي حصل. ولذلك الناس يسألون يعني دائما يقارنون بثورات اللي هي ضد الاستعمار، يعني يقولوا المفروض أن أنتم تلقوا بخصومكم في السجون، المفروض أنكم كنتم تعملون كذا وكذا وكذا. إحنا لسنا ضباط أحرار، إحنا كنا جماهير، وبالتالي هذه الجماهير كانت تريد شيء واحد، أن هذا البلد يستطيع أن يختار حكامه بطريقة ديمقراطية وسلمية فقط، لا أكثر ولا أقل. طبعا الناس كثير يقولوا أنه لماذا لا تفرزون زعامتكم؟ لا نستطيع أن نفرز زعامتنا إلا عبر صناديق الاقتراع، لأن هذه كما قلت لك ثورات ديمقراطية، وبالتالي الثورات المضادة استغلت هذا الجانب أنه لا يوجد، وقامت بالانقضاض، شكلت حلف واسع كبير جدا، وبتواطؤ غربي تم الانقضاض على الربيع العربي، ولكن لم يتم الانقضاض عليه 100%، لا زال الربيع العربي وهؤلاء في صراع، وأنا باعتقادي أن هذا الصراع سيحسم لمصلحة الديمقراطية، لأنه الاستبداد لا يستمر، يعني ليس لديه فرص لا أخلاقية ولا واقعية ولا سياسية للاستمرار. طيب يعني في هذه النقطة تحديدا يبدو أن المؤشرات تمضي بعكس ما تطرحه أنت أستاذ عبد الغني،
ما هو ما يدفعك لطرح مثل هكذا طرح؟ يعني مثلا لماذا ترى ان الصراع ما بين الديمقراطيه ومثلا الثورات المضاده في المنطقه سيفضي في الاخير لمصلحه الديمقراطيه، على الرغم انه كما يبدو من مؤشرات في دول الربيع الان لا يحمل ذلك الان، لكن على المستقبل المتوسط والبعيد هذا لن المعركة سوف تنتهي لمصلحة الربيع العربي والأفكار الديمقراطية والحريات. الناس لم يعودوا يقبلوا بفكرة أن يكونوا عبيد، يعني هذه الفكرة كانت رائجة في عصور مظلمة في التاريخ، الآن لم يعد هذا قائما. حتى الشعوب التي لم تكن اللي كانت اهتماماتها كرة القدم وآخر أخبار الدوريات الأجنبية أصبحت تهتم بالسياسة، هذا جيد، ربما تمارس الانتقاد السياسي بطريقة غوغائية، هذا جيد أيضا لا بأس، ولكن الاهتمام بتحسين موضوع الحريات، بمنع الانتهاك لحرية الإنسان، برفض أن يكونوا عبيدا، هذا أصبحت موجودة يعني عند الناس كلهم، وبالتالي لا يمكن استغباء أو استعباد الناس طوال الوقت، لا يمكن. ذات مرة يحكى أن فيلسوف يوناني كان يرى العبيد وهم يتعرضون لأشكال أنواع الانتهاكات، فقال عبارة مهمة، قال هذا الشكل لن يستمر، يعني كل الناس الذين كانوا هناك يقولون هذا السيد سيظل سيدا والعبد سيظل عبد، ولكن هو قال هذا لن يستمر، وبالتالي أنك تعتقد أن الثورات المضادة التي ليس لديها مشروع لا أخلاقي ولا سياسي ولا اقتصادي، يعني لا يوجد لديها أي مشروع يعني أو إنجاز، لا يمكن أن تستمر، لا يمكن. يعني هناك بعض الدول الغنية قدمت هبات وقدمت ما نستطيع أن نسميه رشا للشعب من أجل أن يسكت عن موضوع الديمقراطية. هؤلاء اللصوص الموجودين في اليمن وموجودين في مصر ماذا قدموا غير الإفقار وغير الظلم وغير؟ هؤلاء لن يستمر، وأنا أؤكد لك هذا الأمر وأنا مطمئن لهذه النتيجة. طيب الآن هذا يدفع للتساؤل، الآن كما يبدو أنه بعض دول الخليج وقفت ضد مشروع الديمقراطية والاستقرار السياسي في اليمن، لماذا حدث ذلك؟ لديهم أوهام يعني معينة أنه إذا اليمن سيكون ديمقراطيا فهذا بالضرورة أنه ستبدأ شعوبهم تسائلهم نريد نحن أيضا ديمقراطية. يعني لا أعرف إذا كان هذا الموضوع هو سيحدث أم لا، ولكن يعني فكرة الديمقراطية هي فكرة عابرة لحدود هي عابرة، ولكن هي أنا أريد أن أقول هنا ونحن كنا واضحين. أتذكر في هذا الصدد أنه عندما بدأت عاصفة الحزم كان بعض الناس يتحدثون أن اليمن سيدخل مجلس التعاون الخليجي. أنا لي رأي من زمان وكررته في تلك الأثناء أنه لا يمكن اليمن أن يكون عضوا في مجلس التعاون الخليجي، لا يمكن، ليس من مصلحته ولا من مصلحة الخليجيين أن يكون اليمن جزء من الخليج. من مصلحة اليمن أن يكون هناك علاقات قوية وخاصة، يعني اليمن والخليج لازم تكون علاقات خاصة مهمة، لكن لا نكون ضمن هذا المجلس لسبب واحد وبسيط، نحن لا نستطيع أن نحكم بطريقة مشايخية، يعني لا نستطيع، يعني ليس بإمكاننا، نحن مجتمع متعدد، مجتمع جرب الديمقراطية، مجتمع لا يمكن قياده بسهولة، وبالتالي الذي يريد أن يفرض علينا هذا النمط من الحكم في الخليج هو يدمر اليمن يعني بشكل كامل، وهذا غير معقول. يعني هناك أحد المهرجين أو الخبراء لا أعرف الخليجيين قال أن دول الخليج ستبني قطارات في اليمن، يعني هذا لن يكون صحيحا يعني لأسباب كثيرة، أن اليمن لن يكون موجودا أصلا، اليمن هو محكوم بالتعدد. وبالتالي أنا أرى أنه ثمت مخاوف لدى الخليجيين من وجود ديمقراطية في اليمن، وهي مخاوف غير مبررة، لأنه يعني نحن لا نستطيع أن نحكم بالطريقة التي يحكمون بها، هذا بكل يعني بساطة. هل كانت المخاوف هذه مثلا مستوحاة من مخاوف تصدير الثورة التي يعني كان النموذج هذا مشغولا به في إيران، تصدير الثورة الإيرانية، فكانت المخاوف من تصدير التجربة أو التحول نحو الديمقراطية في اليمن إلى دول الخليج؟ لا، احنا ليس لدينا طموحات، يعني احنا بلد كان يحكم بطريقة يعني غير صحيحة،
وبالتالي نحن أردنا أن يكون أن يحكم بطريقة صحيحة، بمعنى أن نستطيع أن نختار حكامنا. نحن ليس لدينا آلهة، يعني لسنا دولة يعني لديها أشخاص هم مالكين هذا البلد، يعني هذا غير موجود عندنا. هذا ليس بإرادتنا نحن، يعني هذا الذي حصل. فليس أمامنا إلا أن يكون هناك ديمقراطية، ولا كيف سيكون لدينا، كيف سوف نختار حكامنا يعني ببساطة شديدة يعني. طيب أستاذ عبد الغني، يعني عندما كانت، وبالتالي لا، الخليجيين المفروض كانوا يفهموا هذه النقطة، يعني نحن ليس لدينا رغبة في أن نصدر هذا النموذج، يعني لأنه هو النموذج هذا في بدايته ونحن لا نهتم بهذا الشأن. يعني نحن نريد ببساطة شديدة أن نعرف أن نعيش، كيف نعيش، أن نقيم مؤسساتنا، مؤسسات الدولة، كيف نقيم هذه المؤسسات، بعبر لأننا مجتمع متعدد ولدينا أفكار متعددة ولدينا منابر متعددة ولدينا أفكار سياسية متعددة. ليس لدينا إلا حلين. الحل الأول أن نتداول السلطة عن طريق الحروب الصغيرة، كل 4 سنين نقيم حربا ومن ينتصر فيها يحصل على الحكم. والطريقة الثانية أن نجري انتخابات، وإحنا فضلنا إجراء الانتخابات لأنه تكاليف الحروب الصغيرة ستكون باهظة فقط علينا وعليهم. مفهوم. طيب أستاذ عبد الغني، دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان بكلية قطر الدكتور محمد الشنقيطي الذي ينضم إلينا الآن من الدوحة. أهلا بك دكتور. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله دكتور محمد المختار. إذن كما يبدو أن هناك تحرك خليجي لخبطت أو يعني تغير، هناك تغير في أولويات المخاطر بالنسبة لليمن. هناك ذهاب باتجاه استهداف أحزاب سياسية، وهناك يعني نوع من السماح للقوى الراديكالية الأصولية بل ودعمها بشكل أو بآخر في اليمن. لماذا يعني لماذا يحدث ذلك؟ أنا أعتقد أن ما نراه في اليمن هو منسجم مع استراتيجية الثورة المضادة في المنطقة. ربما كانت هنالك بعض المصالح السعودية التي لم تكن تسمح بهذا المستوى من انكشاف اللعبة، يعني سعي من السعودية إلى المحافظة على الوحدة والشرعية إلى آخره ولو إعلاميا. وطبعا بسبب الظروف الأخيرة السعودية والتحول في التوجهات وفي البوصلة وفي بنية النظام السياسي، بدأت اللعبة تنكشف بشكل أوضح. ولكن طبعا سواء كان استعمار القوى الأصولية، وهذا ليس جديدا ليس خاصا باليمن وإنما هو جزء من استراتيجية الثورة المضادة، هذه نفس هذه القوى الأصولية التي يستعملونها في اليمن اليوم استعملت في ليبيا، فتجد تحالفا ضمنيا بين داعش في ليبيا مثلا وبين بقايا نظام القذافي، فكلاهما يلعب دورا في التشويش على القوى الثورية الساعية إلى التغيير في ليبيا، ونفس الشيء تقريبا ظهر في اليمن. فاللعبة هي نفس اللعبة على ما أعتقد، مع مراعاة السياق اليمني ومطامح بعض الدول الإقليمية. للأسف أنه واضح أنه المنظور الإماراتي انتصر في النهاية في اليمن على حساب المنظور الخليجي العام، وأن السعودية استسلمت للرؤية الإماراتية في اليمن سعية إلى التجزئة، إلى تصفية بقايا قوى الثورة، وإلى توريط السعودية نفسها بشكل أكبر وأعمق، وربما استدامة الحرب أيضا لفترة طويلة بكل أسف. طيب يعني الآن بالنسبة للمشروع في الخليج التحالف العربي، الآن عندما نشاهد التحالف الذي جاء لدعم الشرعية بداخل اليمن التي جاءت بعد مبادرة خليجية على أثر ثورة تهدف لإيجاد نظام ديمقراطي بداخل البلد، كان هناك عملية سياسية ترعاها دول الخليج أو حوار وطني يرعاها دول الخليج للخروج بآلية يعني تناقل السلطة سلميا. الآن هذا المشروع استهدف من قبل دول الخليج التي قدمت هذه المبادرة، كيف يمكن فهم هذا اللعب كله؟ يعني كيف يمكن فهم هذا الأمر بشكل إجمالي؟ ليس من السهل فهم هذا، لأنه الدولة الكبرى في الإقليم، الدولة الكبرى في الجزيرة العربية
هي المملكة العربية السعودية. ما نراه في اليمن هو مجرد مثال على التناقض والتخبط في الرؤية السياسية السعودية. وطبعا هذا لو ربطناه بما بحصار قطر بالموقف السعودي في سوريا سنجد نفس التناقض، وكذلك الموقف السعودي في ليبيا. فيمكن القول ببساطة أنه القرار الاستراتيجي السعودي، يعني يمكن القول أن هذا القرار أصبح مخترقا إلى حد بعيد، لدرجة أن هذا القرار يعمل حتى ضد مصلحة السعودية نفسها. ليس للسعودية مصلحة في تفتيت اليمن، وليس للسعودية مصلحة في تمكن الحوثيين من اليمن، ولا في انفصال الجنوب عن الشمال، ولكن هذه هي الرؤية في النهاية التي بدأت السعودية تستسلم لها، إن لم تكن بشكل فعلي فبموقفها المتغاضي. طيب ما هو التفسير دكتور لهذا التماشي مع فكرة يعني كما طرحت أنت، السعودية هي الدولة الكبرى في المنطقة أو في شبه الجزيرة العربية على الأقل، وتمشي الآن وفق مشروع تتبنى أو هي في واجهته دولة الإمارات وليس السعودية؟ أنا أقول ببساطة للأسف أنه السياسات السعودية في السنوات الأخيرة كلها هي سياسات مضرة بمكانة السعودية، وهي تستنزف السعودية استراتيجيا. هل هذا قرار بوعي ونوع من الأنانية السياسية لبعض صناع القرار الذين يقدمون رؤيتهم الشخصية أو مصلحتهم الشخصية على مصلحة السعودية كبلد، أو هو بسبب اختراق إقليمي ودولي للقرار الاستراتيجي السعودي، بحيث أنه أصبح هنالك من يحدد له أولوياته ومن يحدد له أعداءه وأصدقائه؟ هذا أمر ربما يترك للتاريخ ليحدده فيما بعد. لكن في كل الأحوال السعودية تفقد أوراقها الاستراتيجية في المنطقة ورقة بعد ورقة، وللأسف أنه الورقة اليمنية هي آخر ورقة استراتيجية بدأت السعودية تضحي بها بعد أن ضحت بأوراقها الأخرى. فهي الآن تحاصرها إيران بالنيران من ثلاث جهات، في الشمال الشرق في العراق، وفي الشمال الغرب في سوريا، وفي الجنوب في اليمن. فجأة فتحت جبهة مع قطر وثارت ضجة كبرى، أزمة كبرى إقليمية ودولية. كل هذا يدل على أن هنالك من يسعى إلى عزل السعودية، ربما يسعى إلى ما هو أسوأ من عزلها، إلى نقل الحرب داخل السعودية. وإذا تمكن الحوثيون في الشمال وأصبح الحكم غدا كما يتوقع في المستقبل القريب مشاركة بين أحمد علي عبد الله صالح والحوثيين، هذا يعني أنه ببساطة نهاية أي مكاسب للسعودية في اليمن، ويعني أيضا ربما انتقال الحرب إلى داخل السعودية، منطقة نجران وغيرها من مناطق الجنوب السعودي، ربما تحول ساحة المعركة إلى داخل الأرض السعودية نفسها. طيب الآن بالنسبة لمن يدعم الثورات المضادة في المنطقة العربية، في اليمن يدعم كما يبدو يعني هذا التغير الذي قد يحدث فيه لناحية سلبية كما يبدو، أليس من الأخطر لدول الخليج أن هناك مشروع يتربص بها، مشروع الإيراني، وهناك حديث كبير بالنسبة لدول الخليج حول مخاوف من هذا المشروع، من أن تستهدف مشروع التغير نحو الديمقراطية الذي خرجت به جماهير العربية في ثورات 2011 ومن ضمنها الثورة السلمية التي حدثت في اليمن؟ كل من لديه مسكة عقل أو حاسة سياسية يدرك أن مصلحة دول الخليج بل مصلحة الدول العربية كلها تكمن في القبول بتغير سياسي سلمي في المنطقة وانتقال تدريجي ديمقراطي، أو ما يسمى بالإنجليزية win-win solution، يعني حل يفوز به الطرفان وتلاقي في منتصف الطريق بين الحكام والمحكومين. لكن للأسف أنه السعودية اختارت مسارا آخر هي والإمارات، وهو استئصال الثورات واستئصال خصوصا الحركات الإسلامية التي هي الرافعة الأساسية للثورات العربية، وتناسوا كل المخاطر الكبرى بما فيها الخطر الإيراني. إيران في النهاية دولة محظوظة بهذا النوع من الأعداء، يعني أعداء يخدمونها أكثر مما تخدمها جهودها وسياساتها. فمن حظ إيران أن السعودية الآن ستعطيها فراغا أكبر للتمكن في اليمن، من حظ إيران أن السعودية فتحت لها الباب ليكون لها نفوذ في الضفة الغربية من الخليج بسبب الأزمة مع قطر، ومن حظ إيران أن السعودية وفرت لها فرصة لتبيض وجهها أمام الشعوب بعد أن كانت سمعتها في الحضيض بسبب الفضائع التي ارتكبتها في العراق وفي سوريا وفي اليمن. إيران محظوظة أن يكون لديها عدو مثل السعودية يخدمها أكثر مما تخدم نفسها وأكثر مما يخدمها أصدقائها.
طيب لمحاولة تفسير ذلك أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور محمد. أعود إليك أستاذ عبد الغني، يعني في هذه النقطة كان هناك منحنى يعني تستمر فيه الإمارات وربما السعودية في دعم الثورات المضادة، توقف هذا المنحنى مع صفة الحزم إلى حد ما وهكذا بدا لنا. الآن ربما عاد هذا المنحنى إلى الاستمرار، استمرت عملية دعم الثورات المضادة كما يبدو. لماذا حدث ذلك؟ كيف يفسر ذلك؟ هل ما كان يحدث من عاصفة حزم وما شبه هو تكتيك قصير الأمد أم أن هناك نوع من التخبط في السياسة؟ لا لم يحصل أنه عاصفة الحزم أو السعودية والإمارات أعلنوا أنهم تخلوا عن هذا المشروع في اليمن. منذ البداية كان واضح استبعاد أو الشكوك تجاه دائما حزب التجمع اليمني للإصلاح باعتباره يمثل الإخوان المسلمين، وهذه النقطة غير صحيحة بالمرة. يعني الإصلاح ليس إخوان مسلمين، هو فيه جزء من الإخوان المسلمين، ولكن هو لا نستطيع أن نطلق على الإصلاح أنهم كلهم إخوان مسلمين. نحن نعرف كيف تشكل التجمع اليمني للإصلاح، هذا مسألة أخرى ممكن نتحدث بها في وقت آخر. لكن من البداية واضح أنه لماذا دائما تعز لا يعطى لها دعم، لماذا مناطق معينة لا تدعم بدبابات بأموال بمعدات، لأنه كان هنا خوف من انتصار سريع يؤدي، كان عندهم وهم أنه هؤلاء الناس هم إصلاحيين وأخوان مسلمين وسوف يمسكون بالسلطة في اليمن، وهذا غير صحيح. يعني حجم الإخوان المسلمين في اليمن هو حجم قليل جدا حتى داخل الإصلاح، يعني والذي يتابع المؤتمرات الحزبية داخل التي حصلت يدرك هذا المعنى تماما. فلم يكن هناك أي تغيير، ولكن لم يكن يعلن ذلك باستمرار، لكن كان الذي يتتبع المواقف الإماراتية والسعودية كان يدرك هذا الجانب يعني منذ البداية، حتى أنهم كانوا يشترطون أن تعيين أي مسؤول لا يكون من الإصلاح، هذا منذ البداية، منذ بداية عاصفة الحزم يعني. وبالتالي نحن كنا نقول ليس هناك مشكلة ما دام لن يستهدف أي طرف في اليمن، يعني ليست قصة يعني أن يكون هذا في المسؤولية أو لا، لكن أن تأتي وتقول لي أنا لابد فوق كل هذه الحروب وفوق كل هذه الميليشيات وكل هذا الدمار يجب أن تتقاتلوا في بينكم مرة أخرى يعني، ونحن جئنا لمساعدتكم، هذا هراء. طيب أعود إلى الدكتور محمد المختار، هل تتفق مع هذه الرؤية؟ يعني لم يكن هناك تغير بالنسبة لموقف الإمارات والسعودية دكتور محمد؟ يبدو أن فقدنا الاتصال مع الدكتور محمد المختار الشنقيطي. إذن سنذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير بعده ونستأنف هذا النقاش مع الأستاذ عبد الغني الموري، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نعود للنقاش مع أستاذ عبد الغني الموري. أستاذ عبد الغني، إذن كنا نتحدث عن الإمارات والسعودية كذلك، الآن هناك فوضى، يبدو أن هناك نوع من دعم كيانات خارج إطار الشرعية، هذا الأمر يتحدث كثيرون على أنه سيعني خسارة التحالف في معركته ضد انقلاب الحوثيين وخروج الوضع واليمن والمنطقة بشكل مخالف لأهداف التحالف الذي حدث، هذا ألا يؤدي إلى خسارة بالنسبة لدول الخليج؟ دول التحالف أعلنت أنها تتدخل في اليمن استجابة لدعوة الرئيس عبد الرب منصور هادي والاستعادة الشرعية والقضاء على التمرد، هذا الذي أعلنته وتعهدت به أمام العالم. ولذلك سيكون من الصعب على هذه الدول أن تمضي في هذه الخطط التي تقوض فيها الشرعية اليمنية مرة أخرى وتوجد تمرد آخر، لكن هذا على الواقع هذا ما حصل. أعتقد أن هذه الدول ستخسر على الصعيد الأخلاقي الشيء الكبير أمام العالم وأمام اليمنيين وأمام العرب، سيذكر العرب وسيذكر التاريخ لهذه الدول أنها ساهمت في تفكيك وتقسيم اليمن وأنها لم تكن صادقة في هذا الأمر. لكن الأكثر خسارة إذا كانوا لا يهتمون بالموضوع الأخلاقي على الجانب السياسي كما تفضل ضيفك الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أي تقسيم لليمن لن يمر بطريقة جيدة، لأنه ببساطة شديدة لكي يحدث انفصال أو تقسيم
لابد أن يكون عبر مفاوضات. التقسيم القصري لا ينجح، التقسيم القصري الانفصالات العنيفة لا تنجح، لا تنجح داخليا ولا تنجح بين الأطراف التي انقسمت على نفسها. دائما هناك مشاكل ودائما هناك صراعات. بعد هناك دولة أرض الصومال لها أكثر من 20 عاما لم يعترف بها أحد. الحوثي أقوى من الذين تمولهم الإمارات في الجنوب، ومع ذلك لم يحصد حتى اعتراف إيران يعني. فبالتالي لن يكون مكتوب لهذا الفصيل الذي تدعمه الإمارات النجاح. ما الذي سوف يحصل إذن؟ مزيد من المآسي، مزيد من الحروب والانقسامات والمشكلات. زائد على ذلك هناك شيء آخر أود التنبيه له، أن عندما تقرأ في جينات هؤلاء الذين السياسيين في اليمن والأحزاب والجمعيات باختلافهم، لا توجد الفكرة الليبرالية ليست سائدة، وبالتالي هناك مجموعة من الشعبويين على القوميين على الإسلاميين على اليساريين. هؤلاء في العادة لا ينتجون أفكار ممكن أن تنجح أي عملية انفصال أو انقسام. هؤلاء في الأخير هم ينتجون شيء واحد، ما هو؟ الحرب فقط. يعني هناك استمرار للحرب، ليس هناك مشاريع يمكن أن تحدث. حتى لو انفصلوا بالجنوب سيظلون يتحاربون فيما بينهم، لأنهم هم الفكرة التي موجودة لديهم هي فكرة استئصالية. تخيل يعملوا مؤتمر طويل عريض من أجل شيء واحد، يعلنوا حظر فصيل معين في الجنوب، والعالم يدرك أن الجنوب هو من يعني جزء كبير من مأساته التاريخية، أن هناك حزب الحزب الاشتراكي كان لديه توجهات إقصائية ضد الإسلاميين، هذا معروف. وبالتالي الآن ببساطة نعيد الكرة فقط. من أجل ماذا؟ من أجل أن نرضي دولة مثل الإمارات أو السعودية، وهذا الأمر متاح وممكن أن ترضيهم، ولكن هذا لن يجلب لك لا الخير ولا الأمان ولا الاستقرار. طيب بالنسبة للشعب في هذه المناطق، هل مسألة أن هناك محاربة للإرهاب على حساب كيانات سياسية وعلى حساب ما يمكن أن يكون تجربة ديمقراطية فيما لو حدث وتحققت أهداف الثورة التي خرج لها اليمنيون، هل هذا الخطاب يعني سيحصل على نوع من الرواج لدى هذه الجماهير؟ ليس طويلا، لسبب واحد وبسيط، أن الناس تكتشف بسهولة أنه الإرهاب ليس الجماعات الإرهابية زي مثل تنظيم القاعدة أو داعش أو ما غير ذلك. هم يكتشفون بسرعة مذهلة أن الذي يخالفهم في الرأي هو الذي يتم تصنيفه على أنه قاعدة وداعش. ولعلك تعلم بأن مصر على سبيل المثال تقدمت بقائمة طويلة للإرهابيين والكيانات الإرهابية، ومن هؤلاء صحفيين وكتاب ومفكرين، وبالتالي الأمور واضحة تماما. هم يقولون كفى تموينا للإرهاب لقطر مثلا، وعندما تجد أغلب جهدهم مبذول لنزع استضافة كأس العالم مثلا من قطر، يعني فأن كأس العالم هذا هو الإرهاب يعني. هناك تلاعب واضح ومكشوف وهزيل فيما يتعلق بورقة الإرهاب، والعالم بدأ يكتشف هذا مبكرا. وحتى وزير الخارجية الأمريكي صرح في بداية الأزمة أن الموضوع لا علاقة له بالإرهاب، هناك مشاكل قديمة يعني لا علاقة لها بالأمر. لكن وهذا أيضا موجود في اليمن، هناك كثير من الذين تم اعتقالهم وزجهم في السجون السرية لا علاقة لهم بالقاعدة، والناس تعرف هذا الأمر وهذا هو المهم. يعني لكن عندما نتحدث عن تجربة بداخل اليمن، كان هناك حديث من قبل الرئيس المخلوع عن محاربة إرهاب، وكان في يعني في حقيقة الأمر يمكن الحديث على أنه استفاد من الأموال التي جاءت في تحت هذا البند لتعزيز الدولة، دولة يعني نظامه أو نفوذ العائلة فيه. الآن أيضا هذا الحديث يتكرر، الدول الغربية انكشف لها هذه المبرر، هذا انكشف لها بشكل واضح، أم أن هناك نوع من السياسة التي يمكن اللعب فيها مع من يطلق هذه الاتهامات وهناك نوع من المصالح؟ الأنظمة العربية السلطوية ومنها النظام اليمني استفادت من القاعدة، وكان لها خطوط تواصل مع القاعدة، وبعضهم كان يشتغل مع دوائر استخباراتية تابعة للدولة، وهذا معروف. وحتى هناك دراسات وكتب غربية تؤكد هذه المعاني.
الغرب يخاف أيضا مثل هذه الأنظمة السلطوية من الديمقراطية، ولذا هو يقنع نفسه أنه هذا صحيح، أن هناك حرب على الإرهاب، لكن في حقيقة الأمر يخاف من الديمقراطية في الدول العربية. صحيح، إلى حد كبير هم يؤمنون أنه هذه الدول لا يجب أن تكون دول ديمقراطية، لأنه إذا أصبحت ديمقراطية لن تذهب ثروات هذه الشعوب وإمكانياتها ومواردها إليهم يعني، وهذه فكرة أنانية. ولكن على كل حال الغرب ليس مثالا جيدا يقتدى به في هذا المجال. عموما الذي أريد أن أقوله أن موضوع القاعدة هو مكشوف للعالم يعني، يعني تخيل أنه إرهاب إرهاب تمويل إرهاب، وفي الأخير لا يوجد أي دليل لديهم يعني، وبالعكس عندما يصنفون الإرهابيين دائما يختارون المعارضين السياسيين بصراحة وبوضوح وبكلمة مختصرة. لا يمكن، لن نقبل تصنيف الخصوم السياسيين على أنهم إرهابيين، لا نقبل هذا التصنيف. هذا التصنيف معناه ببساطة شديدة إهدار للحقوق، إهدار للعدالة، إهدار لكل القيم الإنسانية، وفي نفس الوقت إدخال البلد في متاهات لا يمكن الخروج منها بسهولة. طيب يعني وفقا لهذه الأمور كلها وهذه يعني الواقع، هذا الواقع الذي تبدو فيه الأمور في اليمن في المنطقة بشكل عام، ربما نشاهد نوع من الغياب، أو هناك من يلمس غياب لمن قام بثورات الربيع لقوة التغيير بين قوسين، هل هي غائبة؟ لماذا؟ لا، هي ليست غائبة بالمعنى هذا البسيط يعني، إنما ببساطة شديدة هؤلاء الذين انخرطوا في ثورات الربيع العربي بعضهم في السجون، وبعضهم انخرط في المقاومة مثلا في اليمن، وبعضهم يعني لا تتيح لهم الأدوات الموجودة أن يمارسوا نشاطهم. في الأخير كما قلت لك أن ثورات الربيع العربي هي ثورة ديمقراطية، يعني ماذا سيفعل الرجل الذي يؤمن بالسلام عندما يكون هناك حرب؟ يعني هناك عدد كبير من الناس لا يمكن أن يتحولوا هذا التحول إلى محارب يعني بين ليلة وضحاها. لكن في نهاية المطاف أنت تجد مقاومة شديدة تجاه هذه الثورة المضادة التي مدعومة من العالم تقريبا يعني، يتباطأ الغرب، تدفع دول غنية أموال طائلة، ومع ذلك هناك مقاومة، هناك عدم استقرار لهذه الأنظمة السلطوية ولن تستقر كما قلت لك. وبالتالي من سوف يحسم المعركة نهائيا هو الإنسان، والإنسان الحر وليس العبد. العبد هذه الإنسان العبد هذا كانت فكرة قديمة وشخص قد انتهى يعني، هو مثله مثل الديناصورات، انتهى خلاص ما فيش. طيب لو يعني نأخذ عبرة أو دراسة من أو تجربة مماثلة حدثت في دولة أخرى شهدت نوع من التحول الديمقراطي أو شهدت مراحل لهذا التحول وشهدت مخاضات أليمة مثل ما نشاهدها نحن الآن في اليمن، هل هناك نماذج مشابهة؟ طبعا كثير من عندما يتم الحديث في هذا الموضوع تتم العودة إلى التجربة الفرنسية، يعني أنه الفرنسيين ظلوا 70 عاما وهم في مشكلات وثورات مضادة وحروب وإعدامات وما إلى ذلك وعدم استقرار، وفي النهاية انتصرت مبادئ الثورة الفرنسية. في الواقع هي كل الثورات دائما تواجه بثورات مضادة، والثورات المضادة للذي لا يعلم هي تكون قوية وقاسية أيضا، لا تكون سهلة، ببساطة شديدة أنها تستخدم نفس أدوات الثورة بالإضافة إلى أنها تتمتع بمزايا إضافية، وهي مؤسسات الدولة العميقة الموجودة والتي تكون غالبا ولاءها للثورة القديمة يعني. فهذه إضافة لهم يعني، وبتكون قاسية ومؤلمة، ولكن في نهاية المطاف هي تحمل بذور فنائها داخلها وتنتهي، ثم يبدأ الشعب في أنه يرسم مساره نحو الديمقراطية والحرية. التحول الديمقراطي ما دام سألتني، هناك مداخل للتحول الديمقراطي دائما في التحول عبر المدخل المؤسساتي، أن يكون هناك لديك مؤسسة ترعى وتضمن عملية الانتقال، وغالبا تكون المؤسسة العسكرية أو مؤسسة القضاء، لكن غالبا هي المؤسسة العسكرية. وهناك نماذج ناجحة في هذا السياق، مثلا ممكن نقول البرتغال مثلا، أو يعني كان هذا نموذج جيد.
هناك المدخل الاقتصادي، وهذا حصل في بولندا مثلا، وكان التجربة البولندية حتى وهي اشتراكية وشيوعية كان فيها جزء من التطور لا بأس به، يعني لم تكن متشددة من الناحية ضد الحريات خاصة في السنين الأخيرة. هناك المدخل المصالحة الوطنية، وهذا موجود في جنوب أفريقيا، يعني مثلا أن يكون عندك مصالحة وطنية وإنما طيل صفحة الماضي، وهذه كما قلت لك حصلت في جنوب أفريقيا. نحن في اليمن نحتاج إلى هذه الثلاث دفعة واحدة، نحن ليس لدينا الجيش والمؤسسة، وليس لدينا الجانب الاقتصادي المدخل الاقتصادي، وليس لدينا مفهوم واضح للمصالحة الوطنية. طيب هذا يعني تركة يعني ثقيلة، ما الذي يمكن لقوى التغيير من قام بالثورة أن يقوم به لدعم ذلك أو لإحداث ذلك؟ هناك نقطة مهمة، اليمن من حسن الحظ أنه مجتمع متعدد بشكل كبير جدا، يصعب على أي فئة أن تقضي على الفئة الأخرى، وبالتالي هذا الأمر محفز جيد لأننا جميعا نذهب إلى الديمقراطية. أنا سأقول لك شيء ربما مهم جدا، الديمقراطية تحمي حتى الديمقراطية تحمي حتى المسؤولين، حتى الرؤساء. الديمقراطية بمضامينها الإنسانية وبما تحتويه من عدالة ومن حقوق الإنسان هي تحمي الجميع، لأن لا أحد يدري ما الذي سوف يحصل. لعلك تعلم أنه معمر القذافي تم قتله بطريقة بشعة، يعني فيها انتهاك لكرامته، لكن يعني بتأمل بعض الشيء لهذا المصير البشع الذي لا يرضى أحد، لماذا حصل هذا الشيء؟ لأنه لم تكن هناك مؤسسات قضاء في ليبيا، القذافي لم يكن يحب القضاء، لم يكن يحب العدالة، وبالتالي هو جنى على نفسه، هو قال أنا أريد أن أموت بهذه الطريقة. لكن لو كان بنى جهاز العدالة فكان سوف يستفيد من هذه النقطة، وكذلك صدام حسين وكذلك وكذلك. هؤلاء السلطويين لا يفهمون، يعتقدون أنهم مخلدين في كراسيهم وأنه لن يصل الشعب إليهم، هم أغبياء في الحقيقة. لأنه هذا هل من ضمنهم علي عبد الله صالح؟ هو يعتقد، هو شوف علي عبد الله صالح من وجهة نظري أنه يعتقد أنه سيظل بمنأى عن أي حراك شعبي، وقد أثبتت الأيام أن هذا الأمر غير صحيح. هو الآن ليس لديه أي شرعية، يعني هو الآن ليس لديه إلا مجموعة من الأنصار، وهذا شيء طبيعي، رجل حكم 33 عاما. وعلمتنا التجارب التاريخية أن حتى الأشخاص الذين مارسوا الحكم بقسوة لديهم جمهور من الناس، لأنه ترتبط المسألة بأنه هذا الشخص هو بالنسبة لي هو بمثابة الأب وبمثابة الزعيم وإلى آخر هذا الكلام. وهذا شيء طبيعي وليست هناك مشكلة، لكن الآن هذا الرجل ليس لديه شرعية، وهو يعتقد أنه انتصر على الجميع، ولكن هو الذي قام به هو انتقام، وسيذكر التاريخ أنه كان أحد الأسباب إن لم يكن السبب الرئيسي في هذا الدمار الذي حصل لهذا الشعب. أشكرك أستاذ عبد الغني الكاتب، أستاذ عبد الغني الموري، كنت معنا اليوم في حلقة المساء اليمني، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها تقبلوا تحياتي أنا والزملاء في طاقم العمل، إلى اللقاء.